ربما لا يحتاج الشعر إلى احتفال، فالكلام في حضرة الأدب عيد مستمر لا يرتبط بزمان أو مكان. بيروت تحتفل بأصوات شبابية جديدة لتستعيد بذلك ماضيها الثقافي من خلال تنامي الأمسيات الشعرية، أمسيات تميزها أصوات شابة تشعل الحمرة، أحد أهم الشوارع التجارية في بيروت. برنامج شباب العربي يواكب الحدث من هنا من مسرح مترو المدينة، يطل عليكم ليلقي الضوء على مجموعة من شبان وشابات قدموا من مهن مختلفة بهدف واحد، اسمعوا إنتاجهم الأدبي. ما الذي دفعهم لكتابة الشعر؟ هل بات الشعر وسيلة جديدة للتعبير والتواصل؟ وما هي الرسالة الأساس في نصهم الشعري؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة من شباب بالعربي. في البيت، في الشارع، في الاعتصام، في الإدراك، الجامعة، العمل، مع الأصحاب، في المدرسة، ألعب، أعمل، أقرأ، أكتب، في المظاهرة، دردشة عن السياسة والثقافة، الحالة الاقتصادية، عن البيئة، عن الحروب والإنسانية، عني وعنك، شباب 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 بالعربي. هي بتندرج هيدي المشاركة بسياق أوجه الحضور، وتاني شيء طبعا التشجيع. يعني هذه يمكن أعطاء فرصة لإلنا لننظف دينينا شوية من الضجة اللي برا، وبركي الأفكار الموجودة عندها جيل جديد تكون أحسن من أفكارنا كانت قديمة عنا. يعني جون لا، ما فينا بصراحة نقيم لأنه في تراتبية، نحن جايين نشجع الجيل الجديد على الشعر. حبينا نجي نشجع أكثر ما أنه نقيم، يعني هني كشعرة شعرة بوسط السجالات السياسية والمشاكل اللي بالبلد، الواحد بحاجة شوي يطلع شيء إنساني على أحاسيس. بعد في ناس هون بتحس. سأوقف قلبي عن النبض حبا، مساندة للشباب وتشجيع للشعر اللي احنا صرنا مفتقدين له بهالايام. يعني شيء كتير حلو انه نشوف الشباب عم يهتموا بالشعر وكتابته وحتى القائه اللي هو فن اساسا. بشجع الكل يجوا يحضروا لانه عن جد في كتير مواهب ولازم نسمع شو عندهم تيقولوا. يعني جاي احضر اسمع وانبسط. في مهتمين كمان بالشعر، الشعر بعد ما مات يعني بمدينة بيروت خاصة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ضيوفنا لهالحلقة معنا من لبنان عبير خليفة. علاقتك بالشعر شوي ملتبسي لأنه أنت دارسة رياضيات وهالشي بعيد عن الأدب. صدر لك ديوان أنا الأميرة أنا الأمة. معنا من سوريا، من سوريا معنا صهيب عنجريني، أنت حائز على أكثر من 30 جائزة شعرية. من لبنان أيضا معنا مهدي منصور، معروف بأمير الشعراء، وأنت من أبرز الوجوه الشعرية في لبنان والعالم العربي، وقد حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج المميزون عن فئة الشعر المرتجل. كمان من لبنان معنا سونيا، سونيا هي عفوا فلسطينية وأستاذة أدب عربي وتكتب النثر. ومن لبنان أيضا معنا أسعد ذبيان، وعرفناك بمدونة خربشات بيروتية. سؤالي الأول هو لصهيب. صهيب، خلال الثورات العربية اللي عم تصير هلأ ببلدنا العربي سمعنا كتير بيوت شعر، وحتى الشباب بالشوارع قالوا إذا الشعب أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر وغيرها من أبيات الشعر. برأيك هل الشعر ساهم في الثورات أو الثورات أنتجت شعرا جديدا؟ هلأ هي علاقة كتير جدلية بالعموم. ما عاد الشعر ممكن يصنع حدث، هذا الكلام بجوز كان زمان لما كان الشاعر حتى هو بيدون وبيأرخ وبيكون حتى بينقل إعلاميا، هيدا كان زمان كتير. هلأ اليوم الميديا طاغية على كل شيء، فغالبا عم تجي القصص أنه بيصير في كمون جواكي وبعد شوي بيصير في شيء بينقال، بس هو ما بيسمع الحدث، هو أقرب إلى ردة فعل ربما يساهم في صنع ما بعد، يعني بيكون مرحلة بين مرحلتين بجوز. نعم. أسعد، بدي أسألك أنه هيدا الشيء عم يجي بعد الحدث، هل تعتقد أنه هيدا الثورة أو الغضب بقلب الشباب عم تخليهم يكتبوا بطريقة غير تقنية أو بعيدة عن أصول الشعر القديم؟ يعني إذا ما نصنف هيك صار أغلب الناس اللي عم يكتبوا مش شعرة. شو هو الشعر؟ هل هو ضروري التزام
ابيات وبحور شعريه كانت موجوده، هذا ما يسمى بالشعر القديم، بس في الشعر الحديث يلي بيخرج عن البحور يلي عم بحاول يوصل فكره، ما في واحد يجي يعرف يقول هيدا شعر وهيدا مش شعر، في ناس عم تكتب شو عم تحس، وكل واحد بيقرا قصيده معقول يفسرها بطريقه ثانيه. هلا بالنسبه لموضوع الثوره العربيه مثل ما سبق وقال صهيب، ايه هو اكثر عم يكون رده فعل، وفي كمان شيء ظاهره كثير موجوده هلا بالشعر يلي هي كتابه الشعر بسبب الحدث، يعني منشان حدا ياخذ كريدت بسبب حدث صار فبيكتب له قصيده، وهيدي صارت ملموسه اكثر واكثر بواقعنا العربي. نعم اسعد، بما انه انت حكيت انه يمكن اذا كان في هالقد تفلت يمكن من الشعر القديم او من قواعد الشعر القديم يمكن في كتار ما بيتسموا شعره، هون بدي نقول السؤال لسونيا، قد ايه التفلت من القافيه ومن الروي بيجعل انه يمكن من الشاعر شاعر، او هلا بنلاحظ انه يمكن في ناس بتزت ستيتس على الفيسبوك او تويتر وبتسمي حالها انه شعره دارجين؟ هلا ليس كل من حمل قلما ودون فهو ممكن أن يسمى مدوناً على الورق، على الفيسبوك، على تويتر، على كل الوسائل، بس يعني أنا أرى أن الشعر هو يعني ليس هو مش تزمت بالقافية أو هو يعني استيعاب لطاقاتنا اللي احنا فينا نقولها او نعبر عنها بشكل انه كثير انه نحن لا ملتزمين بالشعر القديم، ويعني حتى ما يبدو انه نحن ضد كل ما هو جديد. الشعر الحديث ظهر بوقت كثير كان في الناس عم يعملوا ثورات اوكي وعم ينشروا، بس الشعر هو مش ردة فعل بعمره ما كان. التفلت هو من القوافي ومن الالتزام باللغة. أنا أرى أن اللغة هي الأهم، وليس يعني أكيد هي القوافي والوزن هي يعني سبب لتكتب شعر لازم يكون، بس أنا أرى أنه اللغة هي مش يعني ما عم بيكونوا عم ينطلقوا من لغة، اللغة هي السبب. أنا أرى أن اللغة وإتقان اللغة هو السبب اللي يخليك تكتبي أي شيء بدك إياه، سواء كان شعر أو رواية أو قصيدة يعني أو قصص. أنا أرى أنه اللغة يجب أن نمتلك اللغة، عندما نمتلك اللغة نعبر بأي طريقة أو بشكل. مهدي أنت دارس فيزياء، يعني شيء كتير بعيد عن اللغة العربية عم تحكي عنها سونيا، بتسألك شو جابك للشعر؟ هل هو حبك للشعر أو هو تعبير عن شو في جواتك؟ لا أنا بدي أنطلق من اللي قالوا الشباب لجاوب على السؤال. أنا مؤمن أنه ما كتير في فرق بين الشعر والفيزياء بالأساس، وكل شيء جميل بهذا العالم ممكن أن يسمى شعرا. وظيفة الشعر هي أنه تحول هذا العالم الأبيض والأسود إلى صورة ملونة بشكل أو بآخر. والفيزياء كمان بطريقة من الطرق، الفيزياء هي ثلاث أشياء، هي ملاحظة الظواهر الطبيعية، هي تحليلها فقوننتها. أما الشاعر فعليه طبعا بداية أن يلاحظ هذه الظواهر الطبيعية، أن يحللها وبالتالي أن يقوصدها إذا صح التعبير. فبدي أقول شغلي أنه إذا بسمحوا لي النقاش بما خص قصيدة النثر وقصيدة تفعيلي وقصيدة العمودية، العالم تخطاها من القرن التاسع عشر. للأسف نحن بعدنا للإستهلاك اليومي على طريقة أم كلثوم ومنعيد ومنعيد وفاري يدوم ويدوم، يعني اسمحوا لي بهالبساطة وبهالنكهة بدنا نقولها، لأنه فعلا خلص طلعنا منها. خلينا نشوف قديش الإنسان اللي هو كائن لغوي قادر يجسد، ولكن هذا تراث للبعض طبعا، وهذا الشيء لو ما كان موجود ما فيكم اليوم تبنوا عليه شعر حديث. أنا بكتب النص العمودي والموزون المقفى، يعني أنا بعد ما قدرت أشلح عبية بي، وبعد ما عندي عقدة أديب قد ما عنده إياها أسعد. بس أنا بدي أقول لك شغلة اللي هي إنه أنا عندي اختلاف جوهري، يمكن أول مرة الكلام من قلب الإعلام، مع مفهوم الشعر العربي. يعني عندما قرأت إحسان عباس بكتابه فن الشعر وانطلق من عند أرسطو اللي هو وضع أول نظرية أرسطاطاليس بالتحديد، لما حكي عن فن المحاكاة اكتشفت أنه ما كان يكتبه العرب هو فن مختلف، واتفقوا. يعني أنا وياكي هلأ هاي بقلة آيباد وأسعد بقلة لابتوب، هو عم يحكي عن شيء وأنا بحكي عن شيء، مسميان مختلفين تماما. العرب اكتشفوا الإنشاد، والمبدأ الشعري قائم على العاطفة والخيال. وللأسف للأسف والكلام يمكن البعض يختلف معي عليه، بس بالأدلة والبراهين بقول أنه العرب عندهم عاطفة بس ما عندهم خيال بما يكفي. نعم مهدي، قبل ما نجيب سيرة الخيال، أنا بس للتعقيب، نحن لا نهاجم الشعراء اللي بيكتبوا شعر حديث، كنا عم نحكي عن الشعراء الذين يدعون الحداثة ليمرقوا يمكن جمل هي يعني لا تقرب للشعر بتاتا. سارة، من منا لم يحاول أن يكون شاعرا؟ مين منا ما كتب بالثانوي أو حاول بالمتوسط؟ هذه مشكلة لما واحد بيحملها وبيصدق
وخلص انه بكفي حياته انه هو شاعر، هيدي مشكله حقيقيه يعني. نعم، بس نعم. لانك جبت سيره الابداع، انا كنت بدي اجيب سيره زينه. انا باحدى المرات كنت عم بسمعك عم تلقي او عم تقدم احدى الحفلات، وتحدثت عن زينه، هذه الفتاه او هذه الطفله التي تعاني من مرض عضال والفاشله فينا نسميها بالرياضيات، حين سالت انه كم يساوي واحدا زائدا واحدا، فقالت شباك، شباك اطل به على ما اريد، لانه واحد زائد نعم. واحد يساوي، طلع معها شباك زينه. نعم، وانت قلت وقتها انه علمتك انه العلم مش هو اللي بيكفي لتكمل او لتشوف الرؤى بشكل كامل. الشاعر لشو بحاجه الانسان ليكون شاعر؟ بالبدايه الانسان الاول اذا بدك كان شاعر، مع كان شاعر لانه كان اكثر التصاقا بالطبيعه. لكرمال الانسان يمتلك ناصيه الشعر، بدايه عليه ان يكون اكثر التصاقا بهذا البعد الغيبي، لانه دائره الوجود التي نراها مثل لعبه الريد اليرت، بنقول نحن عم نشوف الاشياء بس في اماكن سوداء ما بنشوفها. الشاعر وظيفته انه يروح ويوسع هالاماكن التي نراها، نحن نتلصص على الغيب. فبداية عليه أن يكون لص حقيقي، الشاعر إذا ما كان لص ما بيكون شاعر. تاني عليك أن يكون خاين، يعني إذا ما خاين قصيدته الجديدة والحلوة مع قصيدة جديدة وأحلى حتى على المستوى العاطفي بصح الكلام، فما ممكن برأيي أنه يكون شاعر. شغلة ثالثة والأخيرة تفضلت فيها صديقتنا، اللي هي اللغة واللغة، وما بقبل حدا يقول أنا أمتلك اللغة، اللغة هي تمتلكنا نحن، بس نقول لغة عربية بنكون عم نأكد وجودها، هي عم تستهلكنا مش نحن عم نستهلكها، يعني هذا مفهوم خاطئ. نعم. سؤالي هلأ لعبير. عبير، أحد الشعراء المصريين قال الشعر ينبغي أن يكون من مستوى الحدث وإلا فالصمت أفضل. أنت شعرك أو الديوان اللي كتبتيه طلع من حدث معين، من شيء صار معك أو من المجتمع؟ مش من المجتمع، ذاتي، بكتب بطريقة ذاتية، بس كل شيء ذاتي هو نتيجة تراكمات اجتماعية، أفكار، معايير موجودة عند الشاعر أو مكتسبة، دمرها بلحظة معينة، تخلى عن أشياء معينة. كنت بدي أقول شغلة أنه أساس الشعر حسب ما عرفت كذا تعريف قبل شوي، المطلوب هلأ صورة شعرية مختلفة، يعني مش قصة مقفة مش مقفة، موزون مش موزون، مش هون الفكرة. الفكرة أنه بطل في الواحد له كتير بال يقرأ شعر المتنبي مثلا، مع أنه رائع، بس نحن رايحين باتجاه الفيسبوك مثلاً؟ لا، رايحين باتجاه ستاتس، يعني انه بدنا شيء قريب على شيء تركي، يعني حتى الشعر صاير تركي نوعا ما. فيمكن اللي بده يكتب عن جديد لازم يكون عنده روحيه انه ايه انا بدي اكتب مثل ما كتب المتنبي، بس بروحيه العصر هلا، يعني بروحيه صوره شعريه مش متداوله، مش معلوكه، مش 20 واحد على الفيسبوك حطها وانا رجعت حطيتها غيرت شوي بالكلمات. بالنهايه اي كتاب بدي افكر اصدره مجددا، لانه اكيد في اخطاء بكتاب الاول وحسيتها لما نشرت، بده يكون شوي مكثف اكثر، يعني الشعور مكثف اكثر. هلا هو كتابي عباره عن، بالنسبه لي هو نبض مرحله معينه بحياتي عبر عنه، كان يمكن في حزن كبير، كان في فرح كبير، هالتناقضات بتعمل شاعر بس، وبتعمل افكار، بتعمل افكار يمكن سياسيه، يمكن هيك، يمكن انسانيه بالدرجه الاولى، وهيدي اللي بنفتقدها بوطننا العربي، انه نحن بنروح نحو تصنيفات سياسيه اكثر من التصنيفات الانسانيه، عندنا عنصريه بدمنا يمكن، او ميراثنا تاريخي عامل فينا هيك. أنا بدرس مات، درست مات واشتغلت باختصاصي، بس اللي عطاني المات بالشعر هو منطق شوي أكثر بالأمور. أوكي. يعني ما أشوف الأشياء مثل ما الآخرين بدهم ياني أشوفها، لا أنا هيك. تعبير عن الذات بكل بساطة. أي. فينا نقول. أي أنا بدي أضيف شغلة بس. طبعاً. نحن يمكن مشكلتنا إنه دائماً نبحث عن تعريفات لكل شيء. يعني انه بس شف بدنا ندور على تعريف للشاعر وبدنا ندور على، ما هي القصه ابسط من هيك بكثير. يعني في حدا بحس بشيء بغني، في حدا بيرقص، في حدا بيرسم، في يعني القصه كثير بسيطه، وتضيع الوقت في البحث عن تعريفات وتقسيم، وهل هذا شعر وهذا مش شعر وهذا، يعني هذا بضيع القصه، بخلينا نروح على محلات كتير سطحية وكتير بسيطة
ومشغولين بشيء بعيد عن الجوهر. ما هو الشعر يعني ابسط واعمق من هيك بكثير. هو عباره عن تكثيف للكون وطلعوا بصوره مدهشه وانتهت القصه. تعتقد انه القواعد اللي كانوا يعتمدوها من زمان هلا اليوم تحد من تفكيرك، تحد من كتاباتك؟ لا لا لا، ما في شيء اسمه تحد، وما في شيء اسمه يجب الانسلاخ عنها، ولا في شيء اسمه يجب الالتزام بها. حتى في العصر الجاهلي كانوا اكثر حداثه مننا على فكره، اكثر تقبل للحداثه. دليل ذلك انه لما اجى القران الكريم قالوا هيدا شعر، اذا كان عندهم استعداد يقبلوا انه في شعر مش موزون مقفى، لانه في سحر جواته، في دهشه عم يقدمها، في اليه تعبير مختلفه. اوكي، هذا هو الشعر باختصار. ممكن يكون موزون مقفى، وممكن يكون عباره عن ستيتيوس، وممكن يكون مطوله، وممكن يكون، المهم انه يضل محافظ على رشاقته ومحافظ على امساكه فيني انا كمستمع كمتلقي، وخلصت القصه. والاهم من هيك هلا صهيب انك بدك تسمعنا شوي من شعرك، تفضل. لعلك يا قلب تقوى قليلا على الحلم بعد، لعل السماء ستوغل في الأزرق الصرف إذ يعتريها خشوع يمام دمشق غدا حين يشدو. لعلك يا روح تصغين كيف ستحيين إن لم يجملك ضد. لتويا سويت كل الخلافات ما بين بصرة قلبي وكوفته، واتفقنا جميعا أن الراء طارئ أحرفنا، ثم قلنا نغني عن الحب كي نوقف الحرب. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. صهيب، هنا حلب، قال طفل لسنبلة باغتت حلمه ثم تمتم مر بأحلام جيراننا ربما استيقظوا بعدها ضاحكين. هل حلب من أيقظت الشعر في قلبك؟ أما هو بالمحصلة لا يمكن إلا أن يكون للمكان، سيما أماكن الأماكن الأولى اللي أنت بيتفتح وعيك عليها، المحيط لابد له أن يكون مؤثرا ومؤثرا جدا. إلى أي درجة تستطيعين أنه تلتقطي رسائل جمال تنقل إليك من هذا المحيط وترجعي تعبري عنا بقى بطريقة لازم تكون أجمل؟ بهذا المعنى بيكون للبيئة مكون أساسي، حضور أساسي. فبالتالي حلب مدينة أنا بشوفها ما في شيء بيشبهها، وبالتالي هي إحدى المحددات الأساسية لحتى بلش شوف كيف الأشياء بتكون حلوة. وبالتالي الشعر هو كيف الأشياء بتكون حلوة ببساطة، ثم تأتي بعد ذلك بتروحي على مطارح أخرى، بصير في ثقافة، مش بالضرورة ثقافة قراءة فقط، بصير في ثقافة وعيوية، ثقافة معرفية، ثقافة كتب، ثقافة، هذا كله يساهم أن تصلي إلى مرحلة تستطيعين التعبير عن ذلك الجمال الذي تلقيته في البداية. بجوز بعد 50 سنة احكي عن حبل غسيل كانت بنت الجيران عم تنشر غسيلاتها عليه وانا عمري 7 سنين مثلا. بس الى اي حد بقدر اتصالح مع هذا الجمال اللي عشته، بكون انا بالمحصله بشكل او باخر ابن هذيك المرحله. فبالتالي نعم، حلب ايقظت، او حلب اذا بدي خلقت الشعر داخلي. نعم. عبير، يا ريت تخبرينا شوي كيف بلشت تكتبي وشو هي المعوقات اللي صادفتيها بمسيرتك؟ بلشت اكتب كنت ماتلام، ما في علاقه، كان تقريبا كان عمرك 17 او 18.
يعني يمكن كان في ظرف حالي كنت عايشته دفعتني اني اكتب، بس كنت معتبره انه شهر زمان شهرين زمان بتخطى الموضوع وخلص بخلص من الشعر يعني كدق يعني عرفت. بس طولت معي، امتدت لايام الجامعه، كنت ناوي اعمل اختصاص ادبي بس قلت لا انا بفضل المط كون علاماتي اعلى، كون بدي شيء يمكن يطعمي خبز هيك شيء يعني. الشعر ما بيطعم خبز. لا فاستمريت فاستمريت بتشجيع شخص هو كاتب كبير بس رائع كنت تابعه باستمرار، هو اللي قال لي انه عبارتك يمكن فيها شيء من السحر، هيدا التعلق بهالكلمه خلتني انه اتطور اكثر واسعى انه لا بدي اكتب، مع انه كنت شايله فكره اني انشر، صارت صدفه وصدر الكتاب. بعد النشر تتغير اساسا نظرتك لشعرك، تتغير لعبارتك، بتكون عند كان عندي كميات ممكن كان عندي كميات كبيره من الكلمات كلياتها بدي اياها يقراها حدا، يعني هيدا يمكن شوق لحدا يقرا لك، ما كنت بدي احذف ولا جمله. هلا بقول لا لو حذفت كان يمكن بين اكثر، ببين الجمال صافي اكثر. هون النظره بتختلف، بس شو اللي خلاني اكتب كان متنفس، كان بفتره متنفس الشعر، النفس اللي ممكن تاخديه بفتره كل شيء مسكر. بتتغير هالنظره مع الوقت، بتحسي انه ما بدك تاخدي شعر بديل عن الحياه، بدك تعيشي الحياه وبدك تعبري عن الجمال بالشعر، هون الاختلاف اللي صار. أسعد، أنت ابن الجبل وقررت تسمي المدونة خربشات بيروتية، الخربشة هي مجرد حالة ولا أنت بحالة دايمة من الخربشات؟ أنا وأنت وكلنا كل الوقت عم نخربش، ناس بتخربش بالشعر، ناس بتخربش بالحياة، ناس بتخربش بالرسم، فكلنا عم نخربش. المشكلة أنه لما نصدق أنه خربشاتنا صارت أعمال فنية كتير كبيرة، أنا لا عارف أنه هي بس مجرد خربشات فسميتها مثل ما هي. هلا ليه بيروتية وليه ابن الجبل؟ ما في فرق، يعني بيروت بعيدة عن الجبل نص ساعة وأنا عايش بيروت، فقررت أنه أكتب عن شو عم بيصير معي بأحداث اليومية ببيروت، وبعدين صارت المدونة تحكي مش بس عن بيروت، تحكي عن الربيع العربي، تحكي عن سفر لبرا، تحكي عن كل شيء. وأول ما فتحت المدونة اللافت أنه فتحت أنا لأنشر علي القصايد، وبعدين صارت أكثر أنه عن الأشياء، بتحكي فلسفة، بتحكي دين، بتحكي سياسة، ومن فترة لفترة بمرق فيها شوية قصايد. كل كتاباتي هي أكثر كتابات شعرية فلسفية، ما بعرف إذا شعرية صح بس فلسفية على الأرجح بتزبط. بكتب عن شيء اسمه الغاية والوسيلة، كيف نحن كبشر بوقت من الأوقات ما بعرف بأي لحظة من التاريخ قررنا نقلب بين الاثنين، وقررنا أنه كل شيء كان وسيلة صار غاية والعكس. يعني مثل ما مهدي جرب يشرح أنه باللعبة في كتير نقاط ظلمة بنكون نحن عم نروح لنكتشفها، أنا بحس حالي دايماً عايش هونيك بهودي الظلمة عم بكتب من هونيك لهون، فمنشان هيك بعض الأحيان بحس أنه العالم ما عم بيفهم وش عم بقول. أسعد، لفتني جملة قلتها أنه يمكن أنا عشان هيك في كتار ما عم يفهموا علي، إيه؟ إلى أي مدى مهم أنه يفهم اللي عم ينكتب؟ يعني مثلاً حتى هي ذكرت أنه أوقات أنه هلأ يمكن دارج مواقع التواصل الاجتماعي في ناس بتجي بتسأل مكبار بالعمر شو يعني فيسبوك؟ قدام مهم أنه في شريحة من المجتمع يمكن ما عم يوصل لهذا الحكي. أوكي، كمان سؤالين بنفس السؤال. اول شيء ايام انا ما بفهم على حالي، هاي مشكله بس اوكي. لا ابدا بالعكس، مهم يعني اللي انا عم بحسه قوله مش اكثر. هيدي مثل واحد في له فتره بده يعمل عمل وما قدر يعمله، اجت هيدي اللحظه قدر يعمله فيه. نفس الشيء بالشعر، في افكار عم تجي بدها تنقال واجت هيدي اللحظه لتنقال فيها، يمكن تاني نهار بس اقراها يا لاقيها كثير ضعيفه يا لاقيها كثير قويه، يا افهمها يا ما افهمها، بس مهم بلحظتها هيدي الفكره طلعت وهيدي المغزى انقال. هلا بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي، هن وسيله اسمها وسائل التواصل الاجتماعي، فاذا كنت انا عم بكتبهم وعم بعلقهم على جدار هون على باب مترو المدينه، او عم بكتبهم على جلود الحيوانات، او عم بكتبهم على فيسبوك، او عم بنشرهم على المدونه، مجرد وسيله، الفرق هو قد ايه متاحه للناس يقروها لا اكثر ولا اقل. مهدي رح نستمع لتجربتك لكن بعد البريك وبعد ما نسمع مقطوعة من شعرك لو سمحت. مري فلا ريح تمر علي أو نجمة تغفو على جفني،
وجع الخريف على ضفاف دفاتري لم يبق من صيف العزيمة شيئا، حتى القصيدة أنكرت صلتي بها، كم جلت بين قصائدي منفية، والدهر بين يديه قلب أدمعي مر ببالي كي أعود إلي. ليلي استدار فسرح الليل، اطعنيه بالبنان العاج طعن ثريا، يكفي ظلام العمر خمس سنابل ليعود مخضل الجمال سنية، مري لأمنحني فمي ورعونتي ولأسترد من العناق يدي. أحتاج ضعف قواي، عشرة مائم أو ليلتي قدر وربع محيا، لم أنس ورد الساح يستسقي دمي ظمأ، وما كان الهوى منسيا، مري مرور الريح ليس تحسبا، ما كنت يوما عاشقا عذريا، لكن نسف الأرض أبلغ رهبة وأشد وقعا من هواك علي. أنا برأيي أنه الشاعر هو بالنهاية ابن بيئته، يعني اليوم ما فينا بعصر تكنولوجيا بعصر فيسبوك نحكي مثل ما كانوا يحكوا من زمان، يعني المفروض أنه القصيدة اليوم تتبع الإيقاع تبعنا، تتابع الأحداث اللي عم نعيشها اليوم، فمن الطبيعي أنه اليوم يمكن ما في أزمة شعر، يمكن في أزمة ناس عندها ثقافة تكتب، يعني تحب تكتب تقرأ أكثر من هو أزمة شعر كشعر. أنا لو بلشت بديوان ونطرت انتشاري أكيد حيكون كان أصعب من أنه بلشت على الفيسبوك، ويمكن الفيسبوك شجعني أكثر أنه سرع عملية الديوان مش العكس. بلس التغيير السريع اللي عم بيصير بالمجتمعات بحد ذاته بيطرح كتير أسئلة فينا نحكي فيها، خصوصا أنه تحررنا نوعا ما من فكرة التقيد بقافية أو التقيد بوزن، فصار فينا نحكي بالأشياء بحرية أكتر. لا لا، لست عطر زهرة يشم فينسى، لا ولا أريج وردة تقبل حد الذبول، لا ولا نقشا يقرأ أو يدون في سطور، لا ولا ولا، احتار الزمان فيا فاجتزته، احتار الضوء في رسمي فعبرته، احتارت الكلمات في وصفي فقلت لها أنا لست سوى عاشقة عابرة لكل العصور. سوق الرواية أهم بكتير من سوق الشعر، فبتخيل عم بيكون في صعوبة على الشعراء انه ينزلوا ديوان، وانه دار النشر هي تتحمل تكاليف او جزء من التكاليف، فعم بيكون اغلب الاوقات هيدا الشيء نحن عم نتحمل. كإنتاج حقيقي بعد مش موجود، في عندي هلا ديوان قيد الطباعة وصار قريبا جدا انه يصدر يعني، وعندي تجربة تانية لها علاقة بالرواية مش بالشعر هالمرة، كمان رح تكون جاهزة إن شاء الله السنة الجاي يعني على بمعرض الكتاب. بعد ما شفنا تجربة رندا لمنصور بهيدا التقرير بدنا ننقل لعند مهدي. مهدي، يمكن الشعر ما بيجي بلحظة بيكتسب، يمكن الشعر بيخلق بالإنسان، أي لحظة أو أمتين كانت نقطة التحول لشعرت بنفسك أنك شاعر؟ بالصف التاسع كان عندي مدير مدرسة. تاسع كتير صغير. تاسع ايه طبعا. كان عندي مدير مدرسة من بيت الفغالي، بيو كان شاعر، وكنت بمدرسة بوادي شحرور بمنطقة بالجبل قريبة يعني، وتخيل وادي شحرور منطقة بالجبل. على كل إن كان هو يعشق البلاغة والعروض، وكان هو يعلمنا إياه بالصف، مدير مدرسة فوتو، وتأثرت فيه كتير. هو ما كان شاعر ولكن كان يجيد نقل فكرة الشعر أو كيف هذا العلم يعني بشكل أو بآخر. فوقتها كان عم بيعلم أصدقائي قطعوا الأبيات، كنت أنا الحمد لله قطعت مسافة أني أكتب عليهم. هذا لا يعني أنه أنا كنت شاعر بوقتها، يعني كنت صانع إذا بديك، بعرف أعمل لي كم شغلة بس هذا مش للنشر. بمرحلة متقدمة بالصف العاشر بعد انتهائه تعرفت على ويليام حسواني، ممثل قدير وشاعر كبير، واستطاع أن يبدل كتير من المفاهيم عندي. يعني حتى المدرسة بيعلمونا العروض غلط، حرام مش مديري الغلط، الكتاب اللي عم بيعلمنا فيه كان غلط، وهذا كل أجيالنا اليوم بالعالم العربي بالمناسبة تتعلم أشياء معنا معلمة أدب ومجزات. عربي لازم يمكن معلق على الموضوع، ممكن إلا وين يعني مثلا بمفاعل التاني بالبحر البسيط لا تجوز مفاعل، هي لازم تكون مستفعل دائما.
وهذه كنت اكتب عليها هذه الجوائز على مواقف تقنيا عم بحكي، لانه هذا الموضوع اثر جدا، فقررت انه انا اتخلى عن كل شيء كتبته، لانه كل اللي كاتبه لا يرقى ان يكون بالايقاع صح، وانا اصلا بالفكره ما كنتش عندي القدره انه اجترح افكار جديده. ترجم عمليا هذا الكلام بعيد ميلاد 90 لسعيد عقل، اقيم في زحله، وذهبت مع صديق واستاذي ومعلمي زين صلوخ، والله يرحمه وتوفى من شهر، ولو الاثر الاكبر في تجربتي الشعريه يعني، اخذني الى زحله وكتبت خلال الطريق قصيده عن سعيد عقل. عندما وصلنا قراتها على مسمعه، اليوم التالي نشرت في كل الصحف اللبنانيه، وكانت مفاجاه لي انه انا ما بعرف اكتب بصحيفه، كل الصحف بالجمله يعني. التقيت بسعيد عقل بعد سنه بتكريم غسان الرحباني بجائزة المليون الأسبوعية اللي بيعملها، فقال لي بلشت تخزق قصايد ولا بعد؟ ما فهمت عليه شو قصده. بعد سنة فهمت تماما، وبعتقد أنه كان بلشت مرحلة جديدة مع إصدار الكتاب الثاني أنت الذاكرة وأنا، وفوزي بجائزة الطلاب العرب بالعين بالإمارات. هذه على المستوى العملي. كمان المميزون، المميزون كانت قبل بفترة، كمان المميزون طبعا كان له الأثر الأكبر على المستوى التكنيك، يعني كيف بسرعة بدك تقدري تعملي هذا الوزن والإيقاع والقوافي من دون أي خلل وارتجال يعني. بثلاثين ثانية. بس تجربتي الأساسية اللي قرأت منها رسل البيادر هي بأمير الشعراء، لي صديقة بوجهة تحية بتعرف حالها، غصب عني أرسلت قصائد لإلي للبرنامج، ولم أستطع أن أجيب لأنه بمارس التعليم والشغل مش عيب، وبيوم عطلي بالصدفة قالوا لي ما بدك تيجي، اخترناك من 7000، فقلت مبلا يعني زيارة منروح، فالحمد لله يعني وفقت أن أختير من اللجنة ودخلت المسابقة وحصلت على جائزة اللجنة. فهي التجربة طبعا حولت مهدي من شخص يكتب الشعر في البيت إلى أهله وزملائه، وبتعرف العائلة بيكون فيها حكيم بدون مهندس، فيها مهندس بدون شيء آخر، بدون شاعر ما في عندنا شاعر، طلعت أنا فاشتغلت شاعر يعني. فلا اليوم تحول الموضوع لأكثر يعني مسؤولية عربية، والله يقدرنا يعني قد ما بنقدر. سونيا، في وقت الثورات انتشرت القصائد الإيقاعية أكثر من النثرية، أنت ليش بتكت بنثر وما بتكت بقصائد أو شعر إيقاعي؟ أنه الثورة تصنع، أو الثورة هي من الناس ومن المعاناة. ليش أنا ما بكتب؟ أنا لا أدعي أنه أنا شاعرة، أنا أكتب نثر، يعني نثر بمعنى وليس الشعر المنثور أو القصيدة المنثورة، يعني أنا أكتب قصص أكثر، قصص قصيرة يعني، وإلي بعض المحاولات يعني حاولت أنه، بس ما كان حدا يعني عم بيشوفها. بمرة بس كتبنا أنا ومجموعة من الزملاء لإلي بالعربي، كتبنا بعض القصص، وكان اسمه الكتاب قصص من المخيم. نعم. هاي تجربة كانت بعين الحلوة. قصص من المخيم هي نوع من يعني مش انتفاضة على واقع، بالعكس نحن كنا عم نطل من باب أو من شباك المخيم علينا، وعم نخلي الآخر يطل علينا. صهيب، أنا بدي أسألك، حضرتك بتكتب على الورق أو على الكمبيوتر أو على الاثنين؟ مش بس على الاثنين، على أكثر يعني، ممكن بكتب على الموبايل وممكن ضلني غدد. ما هي القصة مثل موعد مع صبية حلوة ما بتعرفيها، مو شايفتيها من قبل، ما بتعرفي إمتى بتشوفيها، فممكن تجي جملة وضل متعلق فيها وعم كذبها بذهني وبخبيها كتير وبستناها تنضج كتير، فممكن أحفظ نص كامل ينكتب ذهنيا. نعم. وممكن أكتب على الورق، وممكن أكتب على الكيبورد، ما هي كلها وسائل متاحة يعني. طيب شو بتقول للي بيعتبر أنه الكتابة على الكمبيوتر يمكن هي تخريب للحالة الحسية اللي بتجمع بين الورق والحبر والقلم اللي كانوا يحكوا عنها من زمان، ولأنه هيدا التوليفة بين الثلاثة هي الأساس أو كاريزما أساسية بتنتفي مع وجود التكنولوجيا؟ في لا لا لا، فيك تقول لهم فيقوا ما حيفيقوا. ما هي المشكلة انه نحن اساسا يعني نبدل وجهات نظر بعضنا، هي قصة صعبة كتير، كل حدا مستعد يقتنع بس انه هو صح. مشان هيك بنلاقي كتير شعراء عم يعملوا اليوم قصيدة نثر، بيقولوا انه اللي بيكتب قصيدة عمود لازم يروح على المتحف، وبنلاقي حدا من اللي بيكتب عمود بيقول هيدا اللي عم يعمله مش شعر. انتوا عم ترجعونا على نفس الموضوع الشعر. انا ما عم بقسم بين الشعر العمودي والشعر الحديث، يمكن في ناس لهلا بتقلك انا بلاقي لزق اني اقرا او اكتب قصيدة على الورقة، لو ممكن يكون شعر حديث اكثر من انه تكتب على الكمبيوتر، هيدا الموضوع.
ما هي هلا انا مثلا مرات بحب اني اكتب رساله لحدا وابعث لي اياها بالبوسطه بصندوق البريد. نعم. بس انت جيتي للعقد تبع حياتي الغاية والوسيلة، انت بتاكلي عنب صح؟ بتسمعي شعر، ان شاء الله كيف ما انكتب انكتب، شو الفرق؟ كي اسعد انت يمكن ما بعرف اذا بكتاباتك كمان هالقد متهور ومستعجل، لانه كان جاي السؤال لعندك، بس اساس انا حوجه السؤال لعبير. عبير انت كيف تستلذ اكثر، اذا كتبتي على الورق او على الكمبيوتر؟ المهم تطلع النتيجه حلوه، مش فرق يعني انه حسب انت وين شو في اقرب وسيله تتحط الفكره عليها بتحطيها. نعم. تفضل اسعد قل لي شو رايك وعن عقدي بين الغايه والوسيله. لا ما كنت عم بوجه لك السؤال الحديث لإلك. نعم. أنا عم بوجه الحديث للي بيفكر أنه في فرق أو في قيمة إذا كتب واحد على كيبورد أو كتب على قلم وورقة، أنه هو الشيء اللي عم يكتبه هو اللي عم بحس فيه، وكمان نفس الشيء أنه هي وسيلة عم نستعمل إن كان الورقة أو عم نستعمل الكيبورد، المهم لما نشوف هيدا المنتوج يكون شيء بيعبر عن الشخص ويكون عم يقدر يوصل الشيء اللي كان براسه للناس بطريقة سهلة. بس هي نعم. هلا بدنا ننقل لعبير، بدك تسمعينا شوي من شعرك. أحرقت حياتي مرتين، حين صبرت طويلا وحين نفد صبري. لا يدنو ضباب من رؤاي، لا يدنو خوف، يقيني أطارده حتى يذهب فحسب. لجهل هذا، ومن دافع عنه كمن دافع عن ذنبه. بين يدي تيه أصيبه ليبتعد، فأصيب روحي. قال تحملين وردة تخفينها كقشة كبريت، سرعان ما ترمينها لتعبري عن العشق، فتحرقين وتحترقين ولا تدركين أثر الموت أنه مر بك، أنك أحييته. ها قد اعترفت، فمن يداوي الأيام؟ لا شمس سترد لي ولا مطر سيطفئ اللهيب. الأشخاص لا آبه بهم، ففي طريقك إليهم تفقد سبيل الرجوع. قال ثقي بما، والغصن ينكسر، فمن القائل أن الطير فرحه متواصل وشجرته هي التي تحمل العش؟ أصابعي رمل والعتمة محارة، في مصعد المشفى قلمت أظافري وتألمت كأرض، كأفعى ببطن منتفخة مضغت رائحة الموت ورحت أخفق كحجر. إذا بدنا نحكي بمرحلة السبعينات واللي صار التغيرات 60-70، كان في كمية إنتاج أدبي أرقى بكتير من هلأ، لأنه ما كان في هالسرعة بالتوصيل، كان الإنسان يكتب بطريقة هادفة أكتر. هلأ كيف ما كان عم ينكتب وشو ما كان، والكلمات عربي عامية مع فصحى عم تنخلط ببعضها، وهذا الشيء طبعاً كتير بيقتل الإنتاج للشباب. ما بحس إنه في أزمة شعر، إنه الشعر أحياناً برافق ثورة ما مثلاً، مثل ما كان بكل ثورات العالم، يمكن بأثر على النقد، على فهمنا للشعر. هو كشعر ونجوته ما بتأثر إذا كان في ثورة أو ما في ثورة، هو بنفس يعني هو بذاته ثورة. آتي كأني لا أعرف أحدا، ومع ذلك سأنسى نفسي معهم كمفتاح بيت. هذا الجنون الذي تمسكه طفلة بيد واحدة وقلم رصاص يلزمه شحطة لسحق جنون آخر يعاكسه في الاتجاه. المواضيع حتى لو ما كان عم بيصير معه أشياء لازم بتجربته أنه هو يجدده. صراحة هو كل كاتب بيغرق بموضوع واحد لأنه بحسه هو الأقرب لإله، وهيدا له علاقة بالقراءات اللي بيعملها لأنه بيتجه على قراءات واحدة، وهذا الشيء له علاقة بشخصيتنا نحن قدام نكون متمسكين فيها وما قادرين نفتح أفق جديد بالنسبة لنا. حلو الفيسبوك وفسحة أنه الواحد يعبر عنها، بس برأيي بضر أكثر من بفيد، مع أنه أنا من مدمني الفيسبوك يعني، بس بضر لأنه ما عم بقدر أكتب نص متكامل، عم بكتفي بكم جملة وخلص، مهم وصل الفكرة وأسرع يعني. هو أسرع بس بنفس الوقت هذا الشيء السريع لازم تكوني أنت عارفة أنك أنت عم تحطي شيء
تكوني مسؤولة عنه. مش كل دور النشر عم تاخد مثل ما بنقول مقياس عالي أو مقاييس عالية تقدر تنشر. بنشوف كتير أخطاء مثلاً بدواوين شعر مين ما كان بينشر، وهذا الشيء أنا برأيي طبعاً ما لازم يكون هيك. وفي بعض المنشورات التجارية بشكل كتير مبالغ فيه يعني، وفي بعض دور النشر بعدها بتحترم حالها وبتحترم نصها يعني اللي عم تنشره، بس قليل. دور النشر ما عادت يعني صارت دور تجارية، احنا بعالم ما بشجع كتير المواهب، فهي طريقة كتير صعبة خصوصاً بالنسبة للنشر يعني. عندي إصدار واحد من 3 سنين، عم فكر بإصدار تاني بس ما بدي أستعجل كمان. عالجديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بعد ما شفنا هالربورتاج لتغريد عبد العال وإليان بدر، رح نطلب من أسعد عمول معروف إذا في مجال نسمع شعر لألك. أكيد حدا عنده مشكلة استعمل تليفون مش ورق. المهم النتيجة. أوكي. اسمها القصيدة دعيني أنجب منك. أنت تملكين مزيجا قاتلا، عيناني تحدانك من الرؤيا، وساقين مسمرتين على مفترق الطرق، وكلما رفعت بصرك أم أحنيت رتفيك ضعت أكثر. إن اتخذت ضفة تغدو الأمور أصغر مما تبدو أم أكبر. وحدهم التائهون مثلك على المفترق تبدو الأشكال لهم متساوية. سيدتي أنت لا تستحقين ولا تحتاجين مساحيق التجميل، كما لا أحتاج لشعري أو الكناري لصوته، كلها إغراء لتريضة اصطيادها سهل. اقتربي، أنا أنثى مثلك، وأثار الجدري على وجهك لا تجعلني أشفل، فلا تخافي من رقصي، كل وعودي صادقة إلا واحد، أن أدخلك تاريخي. لا تجزعي إن قتلتك لأكتب قصيدة، الجسد فان كذلك علاقاته. اقتربي، أنا أنثى مثلك، وقد قلت لك أنني قادمة على حبل، فدعيني أنجب منك، لا يمكنني صنع القرميد من دون الطين. هذه أحجيتي، فلا تطعمي جسدي، لا تطعمي جسدي، لقمي عقلي. أسعد، هل لبت النداء واقتربت؟ ولا مرة بكتب لحدا، بكتب لحالي. دايما الشخص بالنسبة لنا هو بنعدمه لنقدر نوصل الشيء الابعد، وبحس دائما عم بكتب لحدا بعد ما اجى ويمكن ما يجي. بس ما في حدا يعني ممكن يكون مجرد وحي لبعض القصائد؟ كل الناس ممكن تكون وحي. نعم. سونيا، كان عندك تعليق بشوي عن الشعر الرقمي والشعر اللي بنكتبه على الورق. بس حبيت انه يعني هو اللي اوحى لي يعني علاقتنا بالورق، بحسها يعني هي بتكون اصدق يعني. من شوي كان بدي يقول شعر وراح الانترنت قطع، الارسال قطع. بالورقه ما في ارسال بيقطع، دائما انت بتكتب وبتدون. عندي عقده من القلم، انا يمكن بيعتبروه عقده بس انا بحبه. بتحس الكتاب او الورقه البيضاء هي اللي بتستفزك لما يعني انا كنت اتكلم عن اشخاص انت تستفز بعد الموجودين بعد اللي انقرضوا. شكرا. والدليل انه دائما في كتب عم تنزل، انت وين بتنشر شعرك بس بدك تخلي الاخر يقراه. وكمان مش ضروري بس على الفيسبوك يعني تنشره او بالمدونه اللي خاصيتك يعني. نحن دائما كمان اعداء ما نجهله. في ناس كثير ما بيعرفوا الفيسبوك بس لما يصيروا يعرفوه حيبلشوا يقراوا. بس هذا ما معنى احنا بنوازن بين القلم والكمبيوتر يعني. انا بكتب على الاثنين يعني، بس بحس علاقتي يعني انا بحس الورقه اكثر، هي بتستفزني. بياض الورق هو اللي نعم. بيستفزني مع الحاله نعم. ولكن سونيا، روبرت كندل وهو احد اشهر الشعراء في امريكا قال انه القصيده الرقميه بتنتشر اسرع. ما ادري شو رايك بهذا الموضوع، انه هل الانتشار اليوم ضروره انه تكون انت عم تكتب وعم تنشرها على الانترنت؟ ما بعرف قديش الموضوع بيستحق ان نحكي فيه يعني. انا برايي الشيء اللي بتعمله ايدينا ويكون كثير مهم لدرجه انه ما بنقدر نرجع نحمله بايدينا بعد الانتهاء منه هو الاساس. البعض بيحاول يقول انه اللمس، الورق، القلم، الكذا. نحن عايشين تحت الزنزلختي بنكون يعني الحقيقه يعني. لا، التعبير الوجداني الصادق والفيض كيف بنقوله كيف بنعبر عنه موضوع مختلف. الأساس هو أنه نكتب صح، نكتب حلو على طريقة ريلكي، نقول عليك أن تكون قد زرت مدن كثيرة وقطفت الجميع أو الكثير من الورود.
قبل أن تكتب قصيدة واحدة، هذا الأساس. هلأ كيفية انتشارها برأيي أنا، نحن منرش هالقصيدة، واللي بشم بشم واللي ما بشم ما في شيء بيفنى، لأنه من حسنات الفيزياء بتقلك أنه الصوت لا يمشي في الفراغ، وبالتالي كل أصواتنا محبوسة في قفص هذا العالم وكذلك قصائدنا. مهدي، باختصار شديد، ما الرسالة الأساس بشعر مهدي منصور؟ الأرض والحبيبي، الأنثى، يعني شيء الواحد اللي فيه تاء مربوطة بالآخر أو تاء طويلة مبسوطة بالمناسبة، هي الأساس. نعم. أسعد، باختصار. يعني دائما أنا بقول ديني وإيديولوجيتي تحرير العقول. نعم. صهيب، كمان بدي أسألك ذات السؤال، شو الرسالة الأساس بشعر صهيب؟ بعد ما دفتر ما زلت أبحث عنها، وأتوقع أنه رح ضلني عم ببحث عنها. حلو، يمكن هيدي بتكون يعني بادرة لمزيد من الإبداعات. أكيد يفترض دايما حس حالي أني عم ببدأ هلأ، عم بلش هلأ. نعم. عبير، مثل ما قال صهيب، وشغلة تاني، كلمة رسالة كتير كبيرة، خاصة لعمرنا نحن كجيل، بعدنا يمكن ما حددنا أفكارنا تجاه كتير أشياء، بعد في عنا يمكن في مجتزأ بمطرح معين. نعم، بس يمكن بعد ما في عنا صورة كاملة عن الحقيقة، بس بالنهاية الشعر هو بيعطيك ذاته. صح. مع الوقت انت بتكتشفي حالك. بس رسائلنا هي عاده بتكون من عمرنا، تكبر معنا على قد ما كبرنا يمكن، بس على امل انه تكون ابداعات اكثر. مايا، مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي كانت مليئه بالكلام الجميل والشعر الرائع. بدي اشكر ضيوفنا لهالحلقه، كان معنا عبير خليفه من لبنان، شكرا لك، وكان معنا صهيب جاي من سوريا كمان، شكرا لك، ومن لبنان ايضا كان معنا مهدي منصور من فلسطين، كانت معنا سونيا، واخيرا كان معنا اسعد من لبنان ايضا، شكرا لكم جميعا. هلا رح نتوجه لمكان ألقى فيه صهيب الشعر، خليكم معنا. فخذني إلى الشام كيما أحب وإن مت، خذني إلى حلب كي أعانق حيطانها طلقة طلقة. هو الحقيقة نحن فكرنا أنه بشكل دائم نستضيف شاعر عنده إنجاز واضح بالحياة يعني، ومع هيك كمان نستضيف أصوات جديدة، شعراء جدد مش معروفين، الباب مفتوح للجميع يعني. ليلة الجمعة تحديدا هي جمعة شعراء يعني. عم نعمل الخميس فيلم، عم نفكر أنه نعمل فيلم سوري تحديدا يوم الخميس، الباب مفتوح لكل شيء، ما في رقابة عندنا، نحن ما بنقرأ النصوص اللي بيقولوها الشعراء، نحن بنتفق ضمنيا على انه ممنوع الاعتداء على الاخرين من خلال النص، كل تركيزنا على الجانب الفني وعلى الجانب الادبي، وعسى انه التعويل عليه ياخذنا لمكان اجمل شوي. ويمل الشام حتى تضل الشام حاضرة، كل اسبوع نقول الشام 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 الشام. شباب شباب بالعربي.